ايه اللي عامله في نفسك ده؟ مستنياك يا حبيبي، قلت يمكن تعوز حاجه. انت تؤمر وانا عليا الطاعه. يا منجي من المهالك يا رب. يخص عليك يا فواز، بقى انا عامله لك كل ده ومستنياك عشان ارضيك وانت تقول كده؟ هو كل ده مش عاجبك يا حبيبي؟ لا عاجبني طبعا يا حبيبتي، عاجبني قوي. فواز اشتقت لك حياتي، ليك الواو بوس الواو، خلي الواو يفتح. شفت الواو بوس الواو، خلاص الواو بحر. عملت لك عشا يا حياتي، فتوش وتبولة وعرايس، قلت اكيد هتيجي من الشغل تعبان. وفيها انهار في ايه؟ يا عيون انهار، انا عايزك تسيب نفسك خالص النهارده، واللي نفسك فيه تشاور عليه، وفي غمضة عين هيكون قدامك. استر اللي بتستر. مالك يا حياتي؟ ده احنا حريمك وحلالك اللي ربنا قسم لك بيه. ربنا يكفينا شر المستخبي. ما هو اصل ربنا لما يبقى راضي عن حد بيحبب فيه خلقه. وانت بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حبايبك كتير قوي يا حبيبي، واحنا الليله دي سهرانين عشان خاطر عيونك. حتى انت يا هدى انضميت للحزب. حزب؟ حزب ايه بس يا روح هدى؟ احنا الليلة دي متعهدين اننا نريح قلبك ونبسطك، ولو عايزنا نشيلك جوه عيوننا هنشيلك يا حاج. انت يا هدى، انت ده انا بتكسف ابوسك يا هدى. وتتكسف ليه بس يا روح هدى؟ خد راحتك، ده انت جوزي وحلالي وربنا محللي معاك كل حاجة. ترتر يا هدى، حطها في وشك ترتر. لا اله الا الله، لا انا لازم افهم بقى القصه دي، ولا دي حفله عشان طلقت الرابعه؟ اسم الله عليك، هو ده. حلوه منك، حلوه منك. قطعت نفسي. شفت انا بجيب فيك جون يا بابا؟ يا سلام، طب ما انا جايب فيك جونين. لا جون واحد والتاني انا سديته. انت تعمل لي فيها بوسكاس بقى بتاع برشلونه. خلاص محترف يعني. ماشي يا عم، تعالى منى، عايز اقول لك حاجه. قال لي انت ياد صحيح ما بيدوكوش دين في المدرسه؟ ساعات ميس العربي بتديني شويه كده. ساعات؟ استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله. طب والله لا اوريهم، عالم ظلم اعوذ بالله. يا حاج اعوذ بالله. حاج بس انا ابوكوا يعني. اهو اهو ابوك اهو. اهو الحاج اهو اهو. لقيت الحاجات دي في اوضه الراحله، اعمل بيهم ايه؟ حطيهم في شنطه كده لحد ما نوديهم لها. حاج على مهلك، على مهلك، على مهلك. بابا هي ماما اللي كانت عايشه معانا هنا فين؟ ماما اللي عايشه معانا فين؟ الله يخليك. انت مالكش غير ماما واحده، ماما انهار وبس، ماما سميحه، ماما هدى وماما بس بس بس. ايه انت معايا ولا معاها؟ ما مالها ماليش السيره دي خالص. بس ليه زمايلي عندهم ماما واحده بس؟ حتى المسي اتضايقت وقالت لي حرام كده، انت ليك ماما واحده، باباك لازم يكون متجوز واحده. حرام، المس دي مش فاهمه حاجه. مام لو كانوا بيدرسوكوا دين في المدرسه كانوا عرفوا الحلال من الحرام. ابوكوا، تعالوا يا اولاد قربوا، تعالوا. ابوك والحمد لله ما بيعملش اي حاجه حرام. الجواز ده
قومي يا حبيبتي العبي مع اخواتك هناك، ده كلام رجاله كلام صبيان. روح قرب يا مدام، الجواز ده شرع ربنا حلله للرجاله، يعني الراجل يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، ده حلال ربنا، ما ينفعش بقى يجي بني ادم يحرم اللي حلله ربنا. صح صح فاهمين. بسم الله ما شاء الله. انا مش فاهمة ما بنجيبش جنايني ليه بدل حدة الحيل اللي احنا فيها دي؟ انت اتهبلت يا بت، عايزة الحاج يدخل علينا رجالة؟ يا اختي مش هنعرف ناخد راحتنا خالص. يا اختي تويكسي، ده كل ولاد الزواج عندهم جنايني وغفير وبواب وسفراجي وطباخ. الله، ده انت عايزة تقلبي لي البيت مركز شباب بقى. لو قولي لي يا سميحة، عملت ايه يا اختي في حكاية المربية؟ وانا حد عبرني؟ يلا يا كدابة، تلاقي الشويتين بتوع الدار ما دخلوش على الحاج وقال لك اضربي دماغك في الحيط. انا كدابة يا انهار؟ ايوه وديني لطحك. ماشي يا انهار ماشي، انا فايتها لي. امشي انا من طريق. طب حزبي الصبار يا اختي، خليه يغزها. هي مال سميحة مهتمية قوي بالحكاية دي؟ هي كده طول عمرها محدثة يا محدثة. بقول لك يا انهار، احنا يا اختي لحد دلوقتي معرفناش للحاج اي خروجه ولا فتحنا معاه الموضوع ده. لا ما انا خلاص لقيت لي سكه هنعرف منها كل حاجه. بسم الله ما شاء الله عليكي. سكه ايه يا اختي؟ يلا يا بت من يلا يا بت يا هبله. يلا يا هبله. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا عيني عليك يا ابني، خلاص عاملين رباطيه عليه وعاوزين تحوطوه، ده انتوا ناقص تعملوا له حظر تجول. والله يا ابو الحاج يعني لو كنا ممكن نعمل كده كنا عملنا. والله يا ابو الحاج يعني احنا كل همنا انه يلتفت لبيته وعياله ولينا وينسى بقى حكايه الجواز دي. حتى انت كمان يا هدى؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لا 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 يا ابو الحاج اوعى تفهمني غلط، انا بس كل خوفي. يا بنتي حقك جوزك وعاوزه تحافظي عليه حقك. ايوه يا ابو الحاج، يعني انت هتساعدنا ولا ايه؟ امال فين الضلع التالت بتاع العصابه؟ عصابه؟ ما تتخضوش انا بهزر يا ولاد. يا ابو الحاج خليك معايا وقول لي هتساعدنا ولا ايه؟ ايوه هساعدكم على الاقل اضحك عليه شويه. والله يا ابو الحاج احنا كل اللي عايزين نعرفه هو بيخرج يروح فين؟ مع مين؟ ومفيش مانع يعني لو خرجنا معاه وورنا الدنيا. ايوه صحيح، وبدل ما احنا قاعدين هنا في البيت وهو عمال بره يشوف كتير. والله يا ابني ده غلبان، والله غلبان. لا بيسهر ولا بيروح اي حته. يا حلاوه. ايه ده ايه ده؟ امال اللي بيتجوزهم دول بيطلعوا له فين؟ في البخت؟ في ايه؟ انا شرفني علم عندك مجايز بيتكعبل فيهم. طب ايه رايكم ان الجوازه الاخيره دي شافها في المطار وهو راجع من العمره؟ نصيب بقى. يعني ايه يا ابو الحاج؟ يعني مش هنعرف نخرج معاه زي اي ست متجوزه بتخرج مع جوزها؟ طيب انا عندي فكره. ايه ايه يا ابو الحاج؟ ايه؟ انتوا مش عاوزين تلبدوا له وتخلوه ما يبصش بره، خصوصا في الاماكن اللي فيها ستات؟ هو ده بس اللي احنا عايزينه. عايز كده انا هدلكوا على السكه. لا 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 لا، الحاج فواز مش ممكن يعمل كده ابدا. يا بنتي يا هبله، هو انت مش كنتي قاعده معانا وابو الحاج بيقول بعظمه لسانه؟ بس تصدقي هي برضك فكره حلوه قوي، واحده يا اختي كده مننا تروح كده على سنجة عشرة وهي نفشه ريشها. ريش ايه ده اللي يتنفش؟ ده على اساس انك فاهمه بيعملوا ايه في البتاع ده ولا ايه؟ طبعا، اما انت فاكره ايه؟ عارفاه طبعا، ده اسمه ديفيلي. الديفيلي ده اللي هو عرض الازياء، اللي هو النسوان تبقى لابسه كده وقاعده تتفرج على البنات رايحه جايه كده بالازياء بتاعتها. تقوم انت كده قاعده بقلاطه ولما يعجبك حاجه تشاوري عليها بردك بقلاطه. وانت يا بنت انت عرفتي الحاجات دي منين؟ طبعا من التلفزيون. ليه؟ هو انت فاكراني جهله زيكو؟ لمي نفسك يا سميح. الله، الحق عليا اني بنوركوا يا انهار. شكلك شبشبي وحشك يا سميحة. لا يا حبيبتي، لا انا هسكت لك برضك المره دي. انا عايزاكي ما تسكتي. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا جماعه، ده وقته؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا طبعا مش وقته، شيطان ودخل علينا فجاه. لا اله الا الله، حقك عليا يا حبيبتي ما تزعليش. وانت ما تاخديش على خاطرك مني يا روحي. بقولك ايه، ما تجيبي بوسه. انا
مش عارفه ايه البرود اللي انتوا فيه ده. يا اختي اسم الله، وانت اشمعنى يا اختي المره دي مش علناها؟ بقى الحاج فواز، الحاج فواز اللي ما بيسيبش فرض وبيستور بيت ربنا كده ويملس على بابه، يعمل اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ يعمل ايه يا بت؟ انت مالك على طول مقفوره لنا كل حاجه كده؟ مش عارفه ايه المشكله، ده شغل عادي يعني. عادي ايه بس؟ الحاج فواز هيجيب بنات ويمشيها كده قدام الناس وتتقصع بهدومه؟ يا بنت تتقصع ليه؟ دول هيلبسوا العبايات والطرح. ولو الحاج برضه ما يعملش كده، ولو فكر لازم نقفل ونفهمه انه كده ماشي في سكه حرام. حرمت عليك عشتك يا بعيده ان شاء الله. صدقي يا بنت يا هدى ان انت فقريه، انت يا بنت عايزاه يرمي علينا يمين الطلاق كلنا في طلقه واحده؟ سيبك من البنت الهبله اللي قاعده جنبك دي وركزي معايا وقولي لي البتاع ده بيلبسوا له ايه. لا 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 انا مش رايحه المكان ده خالص. خلاص يا حبيبتي اتركني على جنب بعيالك وهتقعدي مع العيال كلها بقى مره واحده، خلي الكبار يتكلموا. الله عليكي وعلى مزاجك. قولي لي يا عيني هتلبسي ايه؟